السلام عليكم. موضوع استفزني برضو شوية، ألا وهو المتحجبات العاريات. يعني حتى في المنشط اللي الصحفي كاتبه في الأخبار المتحجبات العاريات. طيب هو في متحجبات وفي عاريات؟ آه، في متحجبة من فوق وعريانة من تحت، في متحجبة من فوق وضيقة من تحت، في متحجبة من فوق وكت من تحت، في متحجبة من فوق وستومك عليه علم مصر، في متحجبة من فوق وفي حلق نازل من عند بطنها، مش عايزين نقول فين، في متحجبة من فوق وفي حاجات كتيرة قوي باينة من تحت. طيب انا واحد من الناس مع الحرية في الحجاب او عدم الحجاب، مفيش اي مشكلة خالص. انا شايف ان في بنت تقدر تتحجب وفي بنت ما تقدرش تتحجب، في بنت عندها قابلية للحجاب وفي بنت تاني ما عندهاش قابلية للحجاب، محدش هيقدر يقول حاجة ولا حد هيقدر يلوم على حاجة زي كده. كتير قوي شفتهم منقبات لابسين مغطين وشهم كامل، ولكن اخلاقهم مش اخلاق ناس مسلمين او ناس عارفة ربنا بطريقة صحيحة 100%. وفي ناس لابسين ميني جيب وكتات واخلاقهم الدينية 100% بالظبط. لو عملنا كده مقارنة صغيرة او لو قلنا كلمة صغيرة على الناس الاجانب، تحديدا لو نسمع عن واحدة اسمها انجلينا جولي، دي اللي هي ممثلة. الممثلة دي فاقت الانسان المسلم وكل الاديان السماوية، فاقت فيهم في نسبة الانسانية بتاعتها. انجلينا جولي بتستعمل افكار الاسلام كلها في حياتها اليومية، كل الناس بيحبوها، محدش خالص كرهها، انا واحد من الناس بعشقها من كتر اللي هي بتعمله، انسانيات فظيعة مفيش مسلم بيعملها. دي واحدة عفوا مش مسلمة، مش متحجبة، مش ولكن بتشتغل باخلاق الاسلام او المتحجبين. والعكس برضو صحيح، واحدة ممكن تكون منقبة ولكن لو شافت قطة في الشارع ممكن تاخدها تعملها شنطة، ممكن تعملها فرق جزمة، ممكن تعملها حلق في ودانها، حاجات كتيرة قوي. كل واحد من الناس دي بيختلف. انا واحد من الناس شايف ان الحجاب لو اتعمل يتعمل صح، ما اتعملش ما يتعملش صح. بالظبط زي امام الجامع، امام الجامع ما ينفعش يكون بيشرب سجاير، زي مثلا ده مثال وده حصلت قدامي وانا صغير وطفل صغير، شفت الامام بيشرب سجاير في الجامع، مش في الجامع يعني عفوا، كان بيقول على المنبر بتاعه بيقول ان السجاير محدش يشربها وحرام وكذا وكذا وكذا، طلعت بره في الجامع لقيته بيشرب سيجاره. من وقتها وانا ما بكلمش الشيخ ده وما بحبوش وبكرهه. الفكره كلها في ناس ممكن تستعمل الدين صح، في ممكن تستعمل الدين غلط. اتحجبتي اتحجبي حجاب كامل، حجاب ملتزمه بيه، يعني قانون والتزمتي بيه. مش متحجبه مفيش اي مشكله ما تتحجبيش، بس في نفس الوقت ما تقوليش اللي انت متحجبه. ما ينفعش تتحجبي من فوق وتغطي شعرك ومن تحت تكوني ضيعة، ما ينفعش. هتلاقي التريقة كتير وهتلاقي الكلام كتير. الموضوع استفزني فعشان كده قلت فيه، اللي هي حجاب من فوق وعريانة من تحت. عفوا، عايزة تتحجبي تحجبي، محدش هيقدر يقولك حاجة، وعلى راسنا من فوق. مش عايزة تتحجبي ولسه ما أذنش ربنا سبحانه وتعالى ان انت تتحجبي في الوقت ده، برضو ما فيش مشكلة، على راسنا من فوق واخلاقك على دماغنا من فوق، محدش هيقولك تلت التلاتة كام. ولكن هنا استعملي الحاجة صح وهنا استعملي الحاجة صح، ما تبقيش من فوق متدينة وما تبقيش من تحت. السلام عليكم.